بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة نسرين اللحام، رئيس منتدى الدراسات المستقبلية لإفريقيا والشرق الأوسط. الحقيقة منتدى الدراسات المستقبلية بيعمل في مجال الاستشراف المستقبلي، الذي هو مجال واعد وكبير ومهم بالنسبة للدول العربية، لأن الدول الأجنبية جميعها سبقتنا في استشراف المستقبل وفي وضع خطط بناء على هذا الاستشراف، ونحن في حاجة ماسة في الدول العربية بالذات لصياغة مستقبلنا، لأنه كما يقولون اصنع مستقبلك قبل أن يصنعه لك الآخرون، لأنه لو صنع مستقبلنا الآخرون سوف يصنعونه وفق أجنداتهم ووفق أهدافهم الخاصة. في الواقع كتاب تحويل المستقبل، التوقع في القرن الحادي والعشرين، سيكون إضافة للمكتبة العربية في مجال الاستشراف المستقبلي. نحن ينقصنا هذه المرجعيات الابتكارية في مجال الاستشراف، ومن هذا الكتاب ممكن التعرف على نهج التوقع الذي يتناوله الكتاب على مستويين، على المستوى المفاهيمي وعلى المستوى التطبيقي، من خلال 14 دراسة حالة لورش عمل تناولت هذا الأسلوب أو هذا النهج. وهذا النهج يعتمد على منهجية تشاركية في موضوعات مختلفة في دول مختلفة من العالم. أنا شاركت في إعداد أحد هذه الورش العمل من خلال استخدام الذكاء الجمعي لمتخصصين وأيضا لعامة المواطنين من المعنيين بقضية معينة، كيف يمكنهم تخيل المستقبل وتخيل ما يمكن أن يكون في المستقبل، وبناء عليه تغيير اهتماماتنا وتغيير أهدافنا في الوقت الحاضر واتخاذ قراراتنا الحالية.